منصات المشاركين في معرض آيس نار أبو ظبي 2022 خلقت مزيجاً وربطاً أمنياً صارماً بين نظام أمني وسيارة بكاميرا تكشف سلامة الأماكن من كل خطر، ساهمت في حضور مميز في ثاني أيام المعرض. المشاركة الأولى للمجموعة تشارك فيه ثلاث شركات من قبل المجموعة، إنجازات بيانات وجي فور تو سمارت نيشن، نعرض فيها آخر ما توصلت له التكنولوجيا في تأمين المخاطر وأيضا الذكاء الصناعي. سيارة ليست كغيرها، فهذه مجهزة لفرض الاستقرار والهدوء والكشف عن المسجلين خطرا أو مطلوبين أمنيا، وتوقيع اتفاقيات من شأنها إعداد جين للمستقبل معد خير إعداد لتكنولوجيا الأمن المتطورة. تتضمن هذه الاتفاقية توفير برنامج رعاية الطلاب اللي اجتازوا مرحلة البستين للتقييم النهائي في فورت تو أبو ظبي، وأيضا مشاركة الطلاب في العديد من المشاريع المهمة لتعطيهم فرص في لغات البرمجة والأمن السبرالي والأمن الوطني. أسلحة لا تعمل، فزجاج الصد هنا تم اختباره جيدا وبكل ثقة وأحكام ليعيد التوازن ويوحد القوى بين من يخترق القانون ومن يدافع عن الحقوق ويرسخ النظام. حالياً أكثر من 60 نوع من الذخائر المختلفة يتم فحصها وتقييمها في المركز، بالإضافة إلى أكثر من 20 نوع من العيارات المختلفة. والمركز في الفترة القادمة إن شاء الله خلال السنتين بيكون شامل لجميع أنواع الفحوصات اللي يكون لها دور في التصنيع العسكري أو التقييم أو الكفاءة في هذا المجال. حلول متقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني قدمتها الجهات المشاركة من أجل بناء منظومة أمنية متينة وجيل قادر على مواكبة المتغيرات. معرض آيس نار أبو ظبي 2022 أعاد القوى إلى طبيعتها، إلى نقطة الصفر، وسط أمن وسلامة معدات وأنظمة بإمكانها إيقاف خطورة أي طارئ، ضمن تطورات ملحوظة ومتلاحقة وتقنيات فائقة الجودة والتكنولوجيا. من مركز أبو ظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات آدنك، لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، مهدي سليمان.